مزيد ينضم لنا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أرحب بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإمدادات المصرية للقطاع والمساعدات لم تتوقف للحظة واحدة، كيف تتابع؟ يعني هذا هو هذه هي الدولة المصرية، الدولة التي تعرف يعني أولويات التعامل مع هذه القضية على مر التاريخ، وإذا كنت تريد أن تتحدث عن المساعدات تحديدا فهي مستمرة، ويعني تابعنا حتى آخر بيان الهيئة الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإعلامات، ويعني كيف وضعنا على آخر التطورات المتعلقة ب يعني زيادة عدد وصول الشاحنات لقطاع غزة من 60 ل 80 شاحنة يوميا، ويعني بالإضافة إلى أنه الاتفاق على زيادة كمية الوقود داخل القطاع يوميا من 29 ألف لتر إلى 189 ألف، بالإضافة إلى شاحنتين غاز سيلي. يعني وأكد الضياء كما سمعنا في البيان أنه يعني منذ بدء إدخال المساعدات للقطاع الفلسطينيين بقطاع غزة بلغ حجم المساعدات الطبية 3,166 طن، والمساعدات من المواد الغذائية يعني 22,799 طن، وأرقام عديدة جدا. الشاهد هنا يعني أن الدولة المصرية هي يعني أخذت نصيب الأسد 80% تقريبا من كل المساعدات التي جاءت من العالم، وبالتالي هنا هذه المساعدات هي خطوة مهمة جدا ضمن أولويات أو ضمن استراتيجية التعامل مع القضية. لكن أستاذ رمحي خلينا أقول لحضرتك أنه في الحقيقة هذا الملف وهذه القضية بالنسبة لمصر لابد أنه ننطلق من شيء مهم جدا. الشيء هو بيعكس أهمية العلاقة التاريخية بين مصر وبين هذه القضية. مصر كرمان في الميزان وأنه دولة وزينة في المنطقة، نرجع مع بعض سريعا ونفكر أنه منذ نصف قرن ويعني بادرت بمبادرة استراتيجية للسلام الشامل، واعتبرت أن الشرق الأوسط لن يستقر إلا من دون حل هذه القضية الفلسطينية، ومصر في هذه المبادرة تدافع عن النظام الدولي العادل بشكل عام ورفعت شعار السلام، يعني كانت تعنيه ليس مرحليا وإنما استراتيجيا، وكانت ترى النظرة البعيدة. وخلال نصف قرن وتحديدا منذ عام 1977 كانت ثابتة على نفس الموقف السياسي دون التنازل عن الحقوق العربية المتمثلة في قضية فلسطين وكل الأراضي العربية بالمناسبة. والدليل أنه التوقيع على حتى اتفاقية كامب ديفيد 78 هي اتفاقية إطارية للسلام الكامل. مصر ظلت متمسكة بضرورة حل هذه القضايا مرة واحدة. والآن التاريخ يعيد نفسه أستاذ جمال، نتحدث عن رفض مصري واضح وصريح ولا يألو جهدا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي محفل دولي إلا وأن يتحدث عن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية. مصر كانت أول صوت في العالم الذي يعني كشف المخططات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية وتصفيتها، وثبت مع مرور الوقت يعني حقيقة هذه المخططات. سيناريوهات خطيرة تظهر ما بين الحين والآخر في وسائل الإعلام الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. مصر كانت سباقة، إذن مصر ترى وسترى، وهذا موقف لابد من التأكيد عليه، ترى وسترى أنه لن يكون هناك حل من دون وجود دولة فلسطينية حقيقية. وأصبحت هذه الرؤية بالمناسبة هي رؤية العالم، رؤية دول الاتحاد الأوروبي، حتى أمريكا اللي بتدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا تؤمن بذلك أو ترى ذلك، الصين بالطبع وروسيا، دول النظام العالمي الكبرى ترى ما تراه مصر. طيب إحنا لو تكلمنا مثلا عن الدور المصري في هذه منذ 7 أكتوبر، إحنا بنتكلم عن يعني إعلان وتحذير واضح من مخططات إسرائيلية. مصر تحركت فورا من أجل إيقاف الحرب عبر اتصالات استراتيجية مع دول العالم والمنظمات الدولية، تابعنا اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي
بجميع الفاعلين الدوليين من منظمة الأمم المتحدة للرباعية الدولية للقادة والزعماء لكبار الدبلوماسيين، شفنا وزير الخارجية الأمريكي، شفنا المستشار الألماني، التحرك المهم أيضا والذي نؤكد عليه وحضرتك بدأت به نحو الاستمرار في إرسال المساعدات المصرية لأهالي غزة ومصر، يعني كانت حريصة منذ اللحظة الأولى. أيضا عقد قمة القاهرة للسلام، قمة مهمة حضرها 31 دولة وثلاث منظمات دولية بحثا عن إيقاف الحرب، يعني ثم الوصول إلى يعني تبع خطوات أخرى. لا ننسى أن مصر استضافت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام معبر رفح، يرى بنفسه كأمين عام للأمم المتحدة، وأيضا مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، وتحذيره الخطير والمهم من اتساع رقعة الحرب. ويعني لعلنا نتوقف أمام هذه الجملة ونرى مخاوف الخرائط من اتساع هذه الحرب الدائرة. وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم خطوط حمراء للتهجير القسري ولتصفية القضية الفلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، كنت معي هاتفيا من القاهرة.